عفوا نجيب، عندي 7 سنوات. نقدروا نديروا معك واحد الاختبار بخصوص الحفظ ديالك للقران، والضحى والليل اذا سجى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل اذا سجى، ما ودعك ما ودعك ربك وما قلى. صدق الله العظيم. براءة من الله والرسول. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. عما يتساءلون. بسم الله الرحمن الرحيم. يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. الذين يؤمنون بما أنزل إليك. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك. ابن الحمد لله، يعني كانت الفكرة قبل، وكنت بديت مع الأخوات ديالو قبل، يعني في سن مبكرة تقريبا في السنة يعني الثالثة، ونجحت هاد التجربة، يعني كيحفظ تقريبا واحد 20 حتى 25 حزب يعني في السنة. ففي ظرف واحد 3 سنوات ولا بين 3 سنوات و4 سنوات تمكن بفضل الله سبحانه وتعالى باش يحفظ القرآن الكريم. وراه ما كيحفظش غير القرآن، كيحفظ حتى بعض المتون العلمية، ك يعني ابن عاشير يعني في الفقه، وابن برين يعني في القراءات، والجمزورية يعني في التجويد، والبيقونية في الحديث. استطعت باش نحفظ القرآن سن صغير، كان من الصباح كيمشي معايا الوالد كنحفظ له حتي، كنفيق مع 5 تاع الصباح، كنمشي للجامع كيعاوني الوالد تاعي، كنحفظ على اللوح، كنحفظ تقريبا السيمانة هذاك حزب ونص حزب هكاك، وكنكتب في اللوحة نصف حزب. كيفاش كان الإحساس ديالك فاش العائلة ديالك احتفلت بك كسلطان ديال الطلبة، والجيران ديالك تهم احتفلوا بك؟ ختمة القرآن كانت فرحة كبيرة لي أنا والوالد تاعي والجدة تاعتي، ومن ديك الساعة فرحت فاش ركبوني على العود، وفرحوا الجيران كاملين، كانت فرحة كبيرة للعائلة. فاش يحفظ خص الإنسان تكون فيه الشجاعة شوية ويكون ذكي، والفضل سبحان الله يرجع الله سبحانه وتعالى ويرجع للوالد ديالو. كانت فرحه كبيره بزاف من عندي انا، وفرحه للوالد ديالو، فرحه خواتاتو وعائلته كامله. فرحانه بزاف حين تحفظ 60 حزب، وهادشي كان فرحه كبيره لعائلتي كامله. شكرا 360 على الزياره.